إذا كان الطالب مشغول بطلب العلم وهو يحفظ من القرآن قدرا معينا، فهو لا يراجع إلا الذي يحفظ ويترك الباقي إلى رمضان، فهل يعد هذا من هجر القرآن في العلم مع أنه يقرأ كل يوم نصف جزء من الذي يحفظ؟ نسأل الله أن يكون هجرا، لكن ينبغي إذا يسأل له أن يمتد وقته إلى أن يقرأ الباقي قبل رمضان يكون هذا أولى وأفضل. لا نرى أن هذا من الهجر، ما دام يعتني بالذي لديه ويعتني بتدبره وحفظه هذا طيب، لكن يتيسر له وقت يقرا من الباقي قبل رمضان حتمة او حتمتين او اكثر من ذلك يكون اولى له.